caméra 5 étoiles. كاميرا خفية لهذا اليوم من أوتيل سانك إتوال ومن داخل الفندق كما عودناكم غادي يكون الموضوع ديالها تابلو اللي غادي يتجاوز القيمة ديالو 25 حتى 50 مليون وعلى الزبون الراغب في اقتناء غرفة داخل الأوتيل أنه يسيني واحد الالتزام. شوفوا معنا ردة الفعل. نحن عندنا واحد الطابلو فيها ديال واحد الرسام كبير هذاك الطابلو كيدير 50 مليون كاين واحد الشومبر اخرى الا بغيتيها راه فيها طابلو غير ب 25 مليون يعني تسين عليه التزام ماشي بحال 50 مليون وحتى الثمن ديالها تا هو شويه ناقص. شنو قلتي؟ واش دابا كتهضر بصح ولا كتضحك؟ واش انا بغيت شومبر كان انا شاد الطابلو 25 مليون 50 ما يمكنش انت ما غاديش تدفع 50 مليون غادي غير تسين التزام يعني حتى تخرج خويا انا جيت نرتاح ما عرفتش بنت انا شي طابلو حتى ناخذ راحتي ما يمكنليش انا أشوفي أشوفي عرفتي شنو راه كاين الشخصيات الكبار كيجيو يطلبونا على قبول هذا ممكن. الفنان ديالنا عبد الخالق فهيد غادي يتدخل باش يقنع الزبون انه يسيني هذا الالتزام. شوفوا معنا. كيداير هذا الراجل؟ بخير لاباس عليك صحيحه كلشي بخير الله يسلمك الصوريت ديال ديك لاشوبه يا فلما تكسبوا ما شريف لا الحمد لله بعقلي انا بالك هادشي ديالها بيعطيني الشومبر فيه واحد الطابلوط يسوى 50 مليون الله يرضي عليك الا ما سيني واحد الالتزام الا مشى ولا مشى ديال الطوابل ولا الطابلوات انا بغيت نشد شومبر نلقى فيه راحتي نستراح ما نتفق معك نلقى انا مثلا ولا وين الله يرضي عليك باش يرحب باش يرضي عليك غير باش يرحب استاذ 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 الله يرضي عليك واش انت نعماس؟ نعم قبل هذه القضيه تسيني على 50 مليون انا قبلت ودخل انا قبلت لان علاش انت راجل مزيان يوم ني تخرج ولا تهز هذاك الطابلو لا 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 الله يرضي عليك اسمح لي هو الجديد اللي كاين لا لا اسمح لي انا نقول لك لا انا اسمح لي اسمح لي انت سيدي الحاج انا راه ما غادي انا راه ما غادي نسينيش الله يكرمك لا ماشي مشكل كيبقى شغل لك هذاك انا الله يرضي عليك ريت انا درت استاذ الله يرحمك الله يرحمك الوالدين لا سيدي ما بغيت انا واش ما كتهضروا بصح ما تنضحكوا هنا ما بغيت راه اوتيل سانك لا ما بغيت انا شومبر هو وحدي بغيت نجلس فيه الله يرحم الوالدين انا ما يمكنليش انا عندي جوج عقوله عندي جوج عقوله واش دابا شي كليان جا اي كليان جا يقولوا لي راه الطابلو عندنا في هذا البيت راه هذا هو الجديد الله يرحم لك الوالدين اوه الله يرضي عليك الله يرحم الوالدين بغيت غير نلقى حل اخر الله يرحم عليك نلقى معك حل نلقى معك حل لا ما كاينش الحل نعطي هذاك الحل هو اللي ما غادي يكونش الشومبر ديالي حتى واحد اللوحه سيدي انا ما قدش نخلص مليون ولا 50 مليون ولا 60 مليون لا ونقابل لك لوطيل كامل انا عندي هو قال لي نقابل لك الكوزينه ونقابل لك مع لا لا سيدي على الطابله لا 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 نقابل لك وحدو نقابل لك حتى الخدامه عصر شويه خويا راه هادشي تيعصب راه نعماس هادشي تيعصب اه الله يرضي استاذ الله يرحم الواحد غير بغيتي تدخل بخيط بيض ولا تدخل معنا لا بغينا ندخل لا الله يرضي خويا مزيان ولا مزيانه تقول سوق راس سوق راس سوق راس كثرت كاع طلعتي لي الدم عطيني شي شومبر بلا انا انا درت التيزام وانا مالي انت درت التيزام وانا مالي انت قاعد تخلص 40 مليون ماشي مالي انا غير هي انا بالنسبه لي انا مزيانه يكون طيف لا شومبر ديالي حتى واحد اللوحه اسيدي خذو انت لا انا ما غادي نقابل شي حاجه الله يرحم لك الوالدين ثق معايا الله يرحم لك الوالدين ثق معايا عطيني سيدي لا كارت ديالي ما غادي نقابلش اسيدي انا ما تنقابل لا ما بغيت لا 25 انا ما نسينيش بغيت تعطوني 25 فابور نشد انا شي فابور نشد انا ما تشدي راه طابلو معلم
انا نطلب له هذا داك الكاميرا خاديه هذا الكاميرا زوينه نضحكوا معك عواش رادي حرام عليك اخويا حسني وانا مريض انا شفت نرتاح كاميرا سانكيت واجيت بغيت نسد واحد الشومبر جا هذا السيد قال لك تدي طابلو ب 50 مليون مبروك العواشر ورمضان مبارك سعيد باسمي وباسم الطاقم ديال الكاميرا الخفيه خمسه نجوم كنبارك كل العواشر المغاربه خوتنا احبابنا من طنجه للقويره وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد وعواشر مباركه وسعوده ودوزوا بخير اي رمضان كي غادي بقوا معنا